السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم تلامذتنا الأعزاء في رحاب المدرسة الرقمية من جديد. سنشرح اليوم درسا جديدا في الإملاء، عنوانه دخول ال على الأسماء المبتدئة بلا. إذن ما هو السؤال الذي سنجيب عنه في هذا الدرس؟ ماذا يحدث إذا دخلت ال التعريف على الكلمات المبتدئة بلام؟ في هذا الدرس على المتعلم أن يتعرف إلى كتابة الكلمات المبتدئة بلام عند دخول ال التعريف عليها. يدخل ال التعريف على بعض الأسماء ويكتبها مغيراً ما يلزم. يعطي كلمة تبدأ بلام ويدخل عليها ال ثم يضعها في جملة. لنلاحظ الآن يا أحبائي هذه الكلمات: مقام، نبي، صفحات، طريق، ساحلية، روح. إذن لو أدخلنا ال التعريف على هذه الكلمات كيف تكتب وكيف تلفظ؟ مقام، المقام، نبي، النبي، صفحات، الصفحات، طريق، الطريق، ساحلية، الساحلية، روح، الروح. إذن لو لاحظنا كلمة مقام، ما هو الحرف الذي ابتدأت به هذه الكلمة؟ إنه الميم. إذن كتبت هذه الكلمة مقام، المقام، دون تغيير، بينما الكلمات الأخرى فقد زيد شد على الحرف الذي يلي لام التعريف، حيث نبي، النبي، صفحات، زيدت على الصاد شدة، صاد، الصفحات، وهكذا الطريق، الساحلية، الروح. لماذا زدنا شدة هنا؟ لقد زدنا شدة على هذه الكلمات لأنها ابتدأت بحرف شمسي: النون، الصاد، الطاء، السين، الراء، كلها أحرف شمسية. لنلاحظ الآن هذه الشواهد أيضا: قرى لبنانية، بساتين ليمون، شمس لاهبة. هذه الكلمات الملونة: لبنانية، ليمون، لاهبة. بأي حرف بدأت هذه الكلمات؟ بدأت هذه الكلمات باللام. هل اللام هي حرف شمسي أم قمري؟ إنها حرف شمسي. إذن تكتب هذه الكلمات بهذه الطريقة: اللبنانية. كتبت كلمة اللبنانية بلامين مع وضع شدة على اللام الثانية، وكذا الأمر بالنسبة لليمون. إذن ماذا نستنتج يا أعزائي؟ نستنتج التالي: إذا دخلت ال التعريف على كلمة تبدأ بلام تكتب بلامين وتوضع شدة على اللام الثانية، نحو لبناني، اللبناني. لنذهب الآن ونتدرب قليلا على هذه القاعدة، فنفتح كتبنا صفحة 210 في كتاب القواعد. السؤال الأول: أدخل ال على الأسماء الملونة في الجمل الآتية مغيرا ما يلزم. الجملة الأولى: تنتشر في لبنان بساتين لوز وليمون. الجملة الثانية: يحلو الجلوس على تلة المقام في ليال مقمرة. أما الجملة الثالثة: كأن لهفة تشدك إلى خالقك في ذلك المقام. لندخل لام ونلاحظ. لندخل ال التعريف ونلاحظ:
تنتشر في لبنان بساتين اللوز والليمون. إذن كتبت كلمة اللوز بلام ثانية مع شدة، كتبت هذه اللام الثانية بعد أل التعريف ووضعنا عليها شدة، وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة الليمون. وأيضا في الجملة التالية ليال الليالي، كتبت الكلمة بلامين مع وضع شدة على اللام الثانية. أما الكلمة لهفة فأيضا كتبت بلامين، وضعنا شدة على اللام الثانية. لننتقل الآن إلى السؤال التالي. السؤال التالي هو الرقم الثاني. أعطي كلمة من عندك تبدأ بالحرف الشمسي لام، واكتبها مع أل في جملة من إنشائك. كل كلمة تنطبق عليها هذه المواصفات هي كلمة صحيحة، وأنا قد اخترت لكم كلمة لباقة ووضعتها في جملة اللباقة زينة العقل، كتبت كلمة اللباقة بلامين مع وضع شدة على اللام الثانية. وفي النهاية شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء في شرح جديد يا أحبائي، ولا ننسى التكليف حفظ الخلاصة صفحة 210 في كتاب القواعد. وإلى اللقاء قريبا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.